السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهاردة هتكلم فيه على بشرة خير لمواليد 2004 ومواليد 2002. طبعا كلنا عارفين ان الاتحاد المصري لكرة القدم ألغى مسابقة ال 99 وال 2000 علشان السن، وألغى معاهم مسابقة ال 2004 و2002 بدون أي سبب معلوم. ففي الفيديو دوت كان اتقال قدامي معلومة امبارح، فطبعا معلومة مهمة جدا والاتحاد بيدرس الكلام ده. بس قبل بقى ما ندخل في تفاصيل الفيديو، لو انت لسه ما دخلتش الجروب بتاع الفيسبوك هتلاقي اللينك في صندوق الوصف، تقدر ان انت تدخله عشان لو حبيت ان انت تتواصل معايا في التغذية او في الاصابات والتأهيل او في التدريب او الكلام ده كله يكون من خلال الجروب دوت. ولو حبيت ان انت تستفسر على اي حاجة تقدر ان انت تسيبها في الكومنتات على الفيديو ده، او تقدر ان انت تنزل بوست على الجروب وهيتم الرد عليه. طبعا الاتحاد لما اعلن الغاء مسابقه ال 99 وال 2000 نزل قرار ان مسموح بقيد 5 لعيبه من المواليد ديت مع الفريق الاول، والغى مواليد 2002 و2004، وقال ان اللعيبه تصعد مع 2003 ومع 2001. طبعا العدد كبير جدا، القوائم مليانه لعيبه، فطبعا الناس اشتكت. والاتحاد المصري دلوقتي بيفكر ان هو يرجع تاني مسابقة ال 2004 وال 2002 بس في المناطق بس، يعني هيلغيها للفرق اللي بتلعب جمهورية بس هيرجعها تاني للفرق اللي بتلعب مناطق، لان طبعا اغلب الفرق قدمت شكاوي في الاتحاد واولياء الامور قدموا شكاوي والكلام ده، لان طبعا جيلين اتنين باكملهم هيتم يعني هيقعدوا في البيت، لان طبعا هيصعد مثلا 2003 هيصعد عدد بسيط جدا، يعني 3 لعيبة مثلا او لاعبين. طب وعندك 28 لعيب هيروحوا فين؟ و28 لعيب من فريق مثلا ال 2004 الناس دي كلها هتروح فين؟ فعشان كده الاتحاد بيدرس جديا ان هو يرجع تاني مسابقة ال 2004 وال 2002 بس هيرجعها تاني في الدوري اللي بيلعب الفرق اللي بتلعب مناطق بس، وليست الفرق اللي بتلعب جمهورية. فاحنا دلوقتي مستنيين القرار، يعني دي معلومة اتقالت امبارح ومعلومة يعني بتدرس بجدية جدا، وان شاء الله الاتحاد هيرجع تاني المسابقة بتاعت 2002 و2004.